ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي. خطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا خديجة جيت اليوم باش نعيش الإكسبيريانس توب ديليس من معمل النظافة والعفيفة كل شيء كنترولي بالملي. ماكينات جدد ظاهر اخر ما صدر في التكنولوجيا. تقولش علينا في الاوروب، اما احنا في تونس بالضبط في سيدي بوزيد. بالحق حاجه تشرف ديليس والله سي توب. القيصر بدنا تعيش معانا. بذره صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا. جيل ورا جيل مسؤوليه ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتم عز ما تختار. نيلاس تونغير ديكوراسيون اي ار دو تال او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها. ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. عسلامة مرحبا بكم في بات الشيف لاغوسي. معاكم شيف مريم بالي. اليوم باش نعملو رسيت تاع خبز ذراع ديالي في الدار بالزيت زيتون الشعال والكريم ليكيد ديليس. عندي زوز صحافي ذراع صحفة فارينة صحفة سكر نسحقوا فيها زيت زيتونة الشعار اللي هو زيت زيتونة اكسترا فييرج وحلو باش يبان لنا الخبز الدراع نتاعنا. نخلط البرودوي نتاعي الكل. نحط شوية جزلاء نحط فيها زيت زيتونة نبسسها بالزيت مليح 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 لين تولي كلبات. لهنا عندكم حليب، يا تحطوا حليب وإلا كيفي أنا نحبها جيني غيش أكفر. كل باش نحط فيها كريم ليكيد ديليس. تو باش نستوي البات نتاعي بخاطرش نطيبها في نفس ال وما سامحوني مع الفرينة حطيت ليفيغ شيميك نسيت ما قلتلكمش عليه. باش نحط ججلين من الفوق وباش نحط البات نتاعي تيب في الفوق. على فكرة ديما تقعد موالوس حتى كي تنزلوا عليها من بعد باش تلقاوها مازال تتريق باش تطلع باش تعمل كروت تحمر شوية وكهو. خبز الذراع نتاعنا اليوم حافظت طابت قعدت حكاية 25-30 مينوت في الفور في 180 درجة كيف ما شفتوا كيفاش هي موالوس ماهيش يابسة بالكريم ليكيد جاتنا بنينة وخفيفة مع زيت زيتونة الشعار اللي خدمنا بيه اللي هو زيت زيتونة اكسترا فييرج. باش نفكركم بالرسيت نتاعنا تاع اليوم اللي هي عبارة على زوز كيسين وإلا زوز صحافي ذراع عليهم كيس وإلا صحفة سكر كيف كيف فارينة حطيت ليفيغ شيميك حطيت معاهم زيت زيتونة بسستها مليح بزيت زيتونة لين ولات ليبات زدتها الكريم ليكيد خلطتها مليح حطيتها تيبلي في الفوق
كانت هذه بات الشيف لاغوسيت لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم اللوسيت وان شاء الله تجربوها. تقابلوا في حلقه جايه. سلامه. ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي، خاطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا نسرين، جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس. اليوم عرفت اللي معامل ديليس موجودين في المناطق اللي تنتج أوفروا أحسن كاليتين تحليب، هكيكا يختاروا لكم أحسن حليب أحسن جودة. ديليس ديما في التوب. القيصر بنا تعيش معانا. ديليس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتام أعز ما تختار. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل.